ما مفهوم قوله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم؟ نعم، هذا في أول الأمر لما كان مخيرا، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، أنهم كانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم أو الإطعام، ذلك من باب التدريج بتشريع الصيام، فيخير، كان في أول الإسلام يخير بين الصيام وبين الإطعام، ولكن الصيام أفضل، وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك نسخ التخيير وأوجب الصيام.